بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Blending the Images Using OpenCV، أي مزج الصور ودمجها باستخدام OpenCV. لدي هنا على سبيل المثال صورتين، هذه هي الصورة الأولى واسم الملف هنا 1.jpg، والصورة الثانية وهي 2.jpg. أريد دمج هاتين الصورتين معا في صورة واحدة وعمل تداخل بين الصورتين. بنغلق الصورة الأولى ونغلق الصورة الثانية ونحدد الصورتين معا ونختار هنا Copy نسخ، وبعدين نذهب إلى البروجيكت تاب ورايت كليك هنا ونختار Paste. أوكي، هنا وضع الصورتين داخل مجلد المشروع الحالي. بعدها بنفتح نافذة تيرمينال لاستيراد مكتبة OpenCV. بنكتب هنا pip install opencv-python ونضغط مفتاح الإدخال Enter لكي يثبت هذه المكتبة. أعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، أي أن هذه المكتبة تم تثبيتها في جلسة عمل سابقة. بنغلق نافذة التيرمينال وبنقوم بكتابة الكود. فبنستورد مكتبة OpenCV، بنكتب هنا import cv2. من أول السطر بننشئ متغير للصورة الأولى، فبنكتب على سبيل المثال image1 يساوي، وبنستخدم مكتبة cv2. ومنها بنستخدم function imageRead يعني اقرأ صورة، ونضع هنا بين single quotes اسم الصورة الأولى وهي اسمها 1.jpg، فبكتب 1 دوت بيظهر اسم الصورة، أضغط مفتاح الإدخال Enter، وبعدها هنا أضع كوما وأكتب هنا الأرجومنت الثاني، فبستخدم الصورة بإقرائها بالنظام الألوان الحالي الخاص بها، فبكتب cv2.imageRead يعني قم بقراءة الصورة بالكالر. من أول السطر أنشئ متغير آخر اسمه image2 لقراءة الصورة الثانية يساوي cv2.imageRead يعني اقرأ الصورة الثانية، وأضع هنا اسم الصورة الثانية بين علامتي تنصيص، فبكتب هنا 2.jpeg أو أضغط مفتاح الإدخال Enter لكي يضع اسم الصورة، وبعدين كوما وأضع الأرجومنت الثاني أو الفلاج الثاني، فبكتب هنا cv2.imageRead وبكتب هنا image read color يعني اقرأ الصورة بنظام الألوان الموجود. أنشئ متغير جديد وليكن اسمه resource 1، وبختصر هنا بكلمة res 1 يساوي، واستخدم computer vision 2 واعمل resizing للصورة الأولى يعني إعادة تعريف العرض والطول الخاص بالصورة الأولى. طبعا الصورة الأولى موضوع داخل متغير image1، فهنا بكتب اسم الصورة الأولى المتغير الخاص بها image1 وبعدين كوما، وأضع الأبعاد الجديدة أعرفها بين brackets، فبكتب هنا 800 بيكسل بالنسبة للويدث العرض و 600 بيكسل بالنسبة للهايت. أنشئ متغير تاني اسمه resource 2 واختصره لres 2 يساوي computer vision 2.resize يعني أعد تحجيم الصورة الثانية، وأكتب هنا المتغير الخاص بالصورة الثانية وهي image 2، أكتب هنا كsource image 2 وأضع هنا كوما وأعرف الأبعاد الجديدة أيضا هنا، فبكتبها 800 بيكسل كوما 600 بيكسل. طبعا أنا بعمل هنا نفس الأبعاد بالنسبة للصورة الأولى والصورة الثانية. لماذا؟ لأن أنا هدمج الصورتين معا يجب أن يتطابقا في بعد الويتس وبعد الهايت، وإلا سيعطيني خطأ عند تنفيذ الكود. بعد كده أنشئ متغير جديد، هذا المتغير وليكن اسمه destination وبختصره بdest يساوي، أعمل دمج بين الصورة الأولى والصورة الثانية، فبكتب هنا cv2 dot واستخدم هنا add weighted
يعني ضع أوزان نسبية بين الصورة الأولى والصورة الثانية. فبستخدم المصدر الخاص بالصورة الأولى وهو resOne، فهنا بكتب resourceOne وبعدين كوما وأضع معامل ألفا أي نسبة الحصول على الصورة الأولى، فبستخدم هنا 0 مثلا 10 من 100 وبعدها كوما وأضع الريسورس رقم 2 يعني مصدر الصورة الثانية وهو ريسورس 2 وبعدين كوما وأضع معامل بيتا أي معامل الحصول على نسبة دمج للصورة الثانية، استخدم هنا مثلا 0 10 من 100 وبعدين هنا كوما وأضع معامل جاما فاستخدم هنا على سبيل المثال 0.0. بعدها أقوم بحفظ الصورة داخل مجلد المشروع الحالي، أكتب هنا cv2.imageWrite وأضع الفايل نيم هنا اسمه على سبيل المثال image. وأضع مثلا بالإكستنشن png وبعدين كوما وأضع مصدر الصورة المتغير الخاص بها وهي destination أي اسم المتغير الذي يحمل الصورتين بعد دمجهما معا. في السطر الثاني أقوم بعرض الصورة فبكتب هنا computer vision 2 image 2 وأضع title مثلا على سبيل المثال image وبعدين كوما وأضع المتغير الخاص بالصورتين وهما مدمجين معا. أعمل انتظار لأحد ضربات المفاتيح، أكتب هنا computer vision 2.wk انتظر وأضع هنا 1 على مايكرو من السكند وبعدين أغلق النوافذ المعروضة فبكتب هنا computer vision 2.destroy all windows. نجرب الكود بنضغط هنا run. نضع هنا 0 هنا قام بدمج الصورتين معا لكن هنا واضح ان الصورة الثانية غير واضحة. بنقوم هنا بتغيير معامل الفا ومعامل بيتا للحصول على افضل مزج بالنسبة للصورتين. بنغلق نضع مثلا هنا على سبيل المثال بدل 10% بنضع مثلا 40% نشوف ايه اللي هيحصل. نضغط ران تاني اظهر الصورة الاولى بنسبة 40% وأظهر الصورة الثانية بنسبة 10%. بغير النسبة الخاصة ببيتا بالنسبة للصورة الثانية، أغلق وأكتب هنا على سبيل المثال 70% أو 7 من 10 ونضغط ران مرة ثانية. هنا ظهرت الصورة الثانية بنسبة 7 من 10. نحاول إن احنا بنغير النسبة بين الألفا وبيتا بالنسبة للصورتين، بغلق بجعل مثلا هذه النسبة ولتكن على سبيل المثال 5 من 10 أي 50%. نضغط ران مرة أخرى. هنا وضحت الصورة الثانية بنسبة 5 من 10. هنا بستخدم طبعا معامل ألفا ومعامل بيتا في تغيير نسب العرض ونسب التداخل ما بين الصورة الأولى والصورة الثانية، وأيضا معامل جاما أيضا بستخدمه لتغيير الجاما. ده كان بالنسبة لدمج الصور باستخدام Open CV. إن شاء الله سأضع لك رابط به هذا الكود وأيضا الصورة الأولى والصورة الثانية لتجربة دمج الصور والمزج بينهما باستخدام Open CV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.